انت قتلتيهم ليه؟ وبعدين انا سألتك سؤال امبارح هعيده لك تاني دلوقتي، انا هموت؟ انا مش هقتلك، الميتين ما بيقتلوش حد. انا كل اللي عملته زمان كان عشان العبار، احنا اصلا ارواحنا متعلقة هنا بسببهم، يا يموتوا يا تفضل ارواحنا متعلقة للابد. قلت لها ايوة، انت ليه تسمعي كلامهم؟ انت ما تعرفش الواحد بيكون تحت ضغط ازاي، ما بيكونش هو اللي بيفكر. خطرت ماما وقت خروج اخويا من المدرسة عشان نومها خفيف بتسمع اي حاجة، ولما اخويا جه قتلته في الجنينة. طلعت لقيت ابويا فوق السلم، معرفش كان بيعمل ايه، مفيش اسهل من كده. فتحت المروحة طيرت رقبته، واخيرا ماما اللي كانت متخضرة كانت اسهل موتة فيهم. وبعدين انا انتحرت عشان يفضلهم البيت زي ما خططوا بالظبط. انت خلاص ما بقاش عندك خيار، لو زي ما قلت فعلا ان انت صاحب البيت فلازم تحارب علشان ما تكونش دي نهايتك. افتكر بعد سنتين من موتنا عمي باع البيت، الواحد اللي باعهوله ده مات وبرضه بسببهم، هو في البدروم دلوقتي ملوش دعوة بانتقام أهلي مني. على فكرة كنت عايزة أقولك حاجة، الوحيد ده يبقى أبويا. أنا قبلت المواجهة، هتقول علي مجنون؟ على فكرة أنا مش الشخص خالص اللي حط نفسه بمشاكل ولا البيت يفرق معي، بس فكرة إن بابا ممكن تكون روحه متعلقة لغاية دلوقتي رعبتني، خلتني أوافق من غير ما أفكر. هو أنت بتشوف العمر؟ بشوف، هما 9 بس ما أقدرش ولا أزيهم ولا يأذوني، هما مشكلتهم مع البشر بس. طب هو احنا هنبدأ منين؟ من الصندوق اللي انت جبته من فوق الدولاب؟ كل ده والمحادثة شغالة بينا سؤال واسكت وافتح التسجيل لغاية ما الميدالية تقع، وافتح التسجيل اشوفها قالت ايه. فتحت الصندوق لقيت فيه ادوات خياطة. ايه ده، احنا هنعمل بيها ايه؟ هنخيط لهم قمصان عشان يسهل عليك الموضوع، يعني لما يلبسوهم مش هتقدر تشوفهم، بس انت هتقدر تشوف القمصان فهتعرف هما فين. ايه ده، وهم هيلبسوهم؟ طب ما الموضوع سهلة. خد بالك الموقف كله هيتغير من اول ما يلبسوه. بدأت في الشغل على طول، وكنت بعمل في اول واحد من 9. تخيلت وانا بغيط موقف حصل زمان السنين طويلة. ماما هو انت بتعملي ايه؟ مخيط لك القميص عشان لما بابا يجي يشوفك جميل. جبت كرسي وقعدت قدام البيت استنى بابا. في اليوم ده في الحقيقة بابا مرجعش، بس انا كان عندي امل يجي. في الحلم بابا جه، جريت على ماما بقولها يلا بسرعة بابا جه، لكن ماما كانت بتضحك، ولما رفعت عينها كانت عينيها كلها سودة، وفجأة راسها وقعت قدامها وفضلت تدحرج لحد ما وصلت عند رجلي. جريت لكن شعرها كان شابك في رجلي، والراس كأنها بتجري معايا. قلعت الجسمة ورحت على الباب، انا لقيت بابا واقف على الباب وسده. بابا كان واقف بظهره، لكن لما لفلي انا ما شفتش وش، انا شفت ظهر تاني. عديت من جنبه وفضلت اجري في الشوارع زي المجنون، وفجأة ببص ورايا ما لقيتش بيتنا، لقيت البيت ده كان واقف على السطوح 9 رجالة شكلهم مخيف. انا خفت جريت، لكن لقيت البيت تاني في وشي، بس اللي كانوا على السطوح نزلوا وكانوا بيقربوا مني.
لقيت طريق تاني جريت منه، كان كله مليان إزاز. أنا كنت قلع الجزمة، فكان طبيعي لازم أتشك. فوقت لقيت التمن قمصان التانيين كاملين، واضح إنها ساعدتني جامد، واضح إن أنا كمان قعدت وقت طويل قوي وأنا بحلم الحلم ده. وسألتها الخطوة اللي بعد كده، لكن الميدالية لسه في السقف. أنا أصلا نسيت أفتح التسجيل. فتحت التسجيل، ولما الميدالية وقعت لقيت أدخل أي أوضة وسيبهم. عملت كده فعلا، ولما جيت أنا أبص عليهم ما لقيتهمش، بس أنا شايف واحد منهم تحت الترابيزة، والتاني أهو ورا الستارة. أنا مش شايف العمار، بس أنا شايف القمصان، وكل ما يكون قميص منهم في حتة ده معناه إن واحد من العمار موجود في الحتة دي. هي قالت لي كده. هو أنا هموت إمتى؟ قطع حبل أفكاري السكينة اتحطت على رقبتي. ده كان بابا. أول ما بصت له قال لي ما كنتش عارف إنه مسكون، ما كنتش عارف ان البيت مسكون. كان نفسي في بيت جميل كبير نعيش فيه مع بعض ويبقى بتاعنا. فاكر لما قلتلك ان كل حاجة هتتغير قريب؟ كان قصدي حياة جديدة في بيت جديد، بس مش كل حاجة بتمشي زي ما احنا مخططين لها. سعد، مش عايز تبقى مع بابا؟ انا نفسي، بس مش هقدر اعمل كده. ورمى السكينة من ايده. بابا، هو انت مت ازاي؟ تعال ورايا. طلعت وراه لحد فوق ودخل البلكونة. ما بحط الشنطة اللي في ايده ورمى نفسه من البلكونة. اترعبت، بس سمعت سعد. ببص من البلكونة لقيت بابا تحت وبيقول لي يلا تعالى اعمل زي حبيبي، يلا ما تخافش. غصب عني خبطت برجلي الشنطة اللي كان ماسكها. الشنطة وقعت وبن قميص من اللي احنا عملناه ده. مش بابا. جريت وتخيلت ان الكائن اللي شكل على شكل بابا طلع من البلكونة وبيجري ورايا. ولقيت صوت البنت صاحبة البيت، ضحكوا عليك. ادخل اول اوضه على الشمال وانا احميك، يلا هم مش هيقدروا يعملوا لي حاجة، انا خلاص مت. عملت اللي طلبته فعلا ودخلت الاوضة وقفلت على نفسي. سمعت دوشة غير طبيعية، بس بالصدفة ببص لقيت الميدالية بتاعتها على السرير. أنا إزاي قدرت أسمعها من غير تسجيل؟ زي بالظبط ما قدرت أشوف بابا من غير كاميرا. معناها أنا اتضحك عليا. حاولت أخرج، الباب مقفول من برة. بدأت أشم ريحة غاز جايلي من تحت عتبة الباب. انا بتخنق، انا بموت. ما كنتش عارف اعمل ايه. لاحظت الميدالية اللي على السرير بدات تتسحب بالراحه. انت هنا؟ ساعديني ارجوك. انا اسفه، اخويا حب يهزر معايا شويه. اغمى عليا عشان كده سبتك. افتح الدولاب هتلاقي جواه باب هخرجك على الصاله. خرجت فعلا ولفيت، لقيت على باب الأوضة قميصين وآلة صغيرة. من الواضح إن هي دي اللي بيضخوا بيها الغاز جوه الأوضة عشان أتخنق وموت. معرفتش أعمل إيه غير إن أنا مسكت سكينة وهدفتها على واحد فيهم وجريت واستخبيت. لو مات يبقى أنا كده لسالي 8،
لو ما ماتش يبقى هيزيد العداء ما بيننا، يبقى انا كده كده ميت. وفجأة لقيت الحاجة بتتحرك جنبي. هو انتي اللي هنا؟ ها؟ لو مش انتي ما تأذنيش. ساعتها افتكرت التسجيل، جيت افتحه لكن لقيت الحاجات اللي على الترابيزة اللي انا مستخبي تحتها بتتحرك لحد ما وقفت. طلعت بحذر وجيت ابص، لقيتها اتشكلت على كلمة احضر فورا وسهم بيشاور على تحت. تحت فين؟ البدروم يعني؟ اكيد. نزلت وشفتهم، كانوا هناك. ايوه، 1 2 3 4 5 6 7 8 ولا 7 مش عارف، كلهم تقريبا. مش مهم، كفاية ممكن هقدر اواجههم. وهم مش بصين لي اصلا لان هم كانوا مشغولين في حاجة. الحاجة دي انا ما كنتش فاهمها، بس شكلهم كانوا بيجهزوا لموتي. انا عشان اواجههم لازم اشوفهم. ايوة انا شايفهم بالقرصان، بس ده مش كفاية. انا شخصيا انا مش عارف هم ليه ملتزمين بلبسها او حتى شايلانها جنبهم، بس المهم ان انا محتاج تحديد اكتر. معرفش الفكرة جات لي منين ولا ازاي، لما مسكت خرطوم المية وسلطته عليهم وهم منشغلين بصنع الحاجة الغريبة دي اللي انا مش عارف هي ايه. كان قصدي ان الواحد اللي لابس فيهم القميص، ان القميص بالمية يلزق على جسمه فيسهل عليا المواجهة، ابقى شايفه فين ما راح. بس النتائج كانت اكتر من كده بكتير. ظهروا كاملين، طلعوا بيتحرقوا بالمية، او بالادق طلعوا بينطفوا بالمية. جسمهم كان بيطلع منه دخان او شياط. جم عليا وكأنهم ضعفوا فوقعوا على الارض وبدأوا يزحفوا ناحيتي، بس بسرعة كبيرة. في الوقت اللي عرفت فيه ان خلاص هتاكل ولا هتحرق ولا مش عارف هيعملوا فيا ايه، لقيت حد شلني وطار بيا. سحبت الخرطوم معايا وفضلت برضو مسلط عليهم المية، وهم كانوا بيحاولوا يطيروا لكن بيقعوا على الارض من التعب. راحوا فجأة كلهم ناحية الحنفية، بس معرفش ايه اللي وقفهم، ازاي ما طفوهوش. في حد كان واقف قدامهم منعهم، حد ماسك في ايده ميدالية اكيد عرفتوه. ايه ده، امال اللي شنوا التربية ده مين؟ اتفحموا، بعدها اتبخروا. لسه بقول انتصرت، لقيت الاخير واقف على الباب، طرف الخرطوم التاني كان في ايده ومعرفش عمل ايه، وعمال يقرب مني. وهو في طريقه ليا خبط في اللي كان اصحابه بيصنعوه، كانت حاجة شبه الكرسي، وفورا طلعت سلاسل منها وكتفته. هما كانوا عاوزين يعملوا فيا ايه؟ قربت بسرعة من الكرسي الغريب ده، كان فيه زراير كتيرة بدأت ادوس عليها بشكل تلقائي بعشوائية. اتكهرب لحد ما اختفى خالص وحررت البيت. جريت برا على الجنينة ومش مصدق نفسي. خلاص، هو انا خلصت الحكاية؟ لقيت حاجة وقعت عليا من السماء، كانت الميدالية. طلعت بسرعة الموبايل وفتحت الكاميرا، كانت هي وولد وراجل وست وبابا بيطلعوا السماء، كانوا باصين لي مبتسمين.